اذا الصين انت على كلامك تقول تبني لنا قطارات سريعه وتبني لنا محطات كهربائيه، شنو ليش هاي المعادله هي جاي تقرا للشارع العراقي؟ لا هو الشارع العراقي هو اكو تجهيل بالعمليه، لا اكو ثقافه سلبيه اصلا، مو تجهيل، اكو ثقافه مقلوبه تماما. لان انت من تحكي على هالقد بضاعه يقول لك انا الكثير من الشباب الان جاي يقولون هذا العراق العظيم هذا يتحول الى ممر للبضائع الصينيه، احد يقبلها هاي؟ يعني هذا استغفال للناس، كيف شنو يتحول لممر البضاعه الصينيه؟ بابا البضاعه الصينيه 3000 مليار دولار، يعني لو تحسب القيمه المضافه على البضائع بدون شغلكم بدون كل شيء، يا نفوت يا بطيخ. يعني انتم انا هو المشكله اللي انا جاي اتحزب نفسي كثيرا، اقول وين الجامعات العراقيه؟ وين اساتذتنا بالاقتصاد؟ العراق مليء بالخبرات ومليء بالاساتذه ومليء بالعقول، وينهم؟ يعني ليش ما يتحركون على الناس؟ اكد هاي اكد هاي سيد كريم، اكد هاي اكد هاي حتى نفند ما يقولوا سيد كريم، اذا شباب يعطوني من هاي الكاميرا اكد هاي حتى نفند ما يقولوا على مستوى مسؤولين ووزراء. الان يقول لك انه احنا نبني ميناء الفاو واحنا نسوي قناه الجافه على حساب العراق واحنا نسوي سكه، ما يحتاج كلام، يلا يمدون. هاي حقيقيه لو الصين متبرعه بكل شيء. لا اخي شنو انت يلا يمدون؟ انت ما تقدر تاسس شيء، انت لان انت ما عندك قدره. هي تعرف كم سكه قطار؟ يعني انا من التداولات القريبه جدا للمكان 12 سكه قطار المفروض تتحرك من مدينه البصره الى قلب بغداد وتتوجه المفروض الى سوريا وتتوجه الى تركيا، 12 سكه حديد قطار فائقه السرعه، غير الطرق السريعه وغير الكباري وغير الانفاق، وهذه يحتاج لها مدن صناعيه ويحتاج لها مدن مخازن ويحتاج لها شيء كبير وهائل. اجي اقول لك احنا انا ما عندنا ثقافه، انا اخاطب اخواني واخاطب كل الشباب انه انتم اقروا، انه انتم روح بس دور طريق الحرير وشوف شنو اللي مكتوب عنه، اقرا التفاصيل.